السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا فيديو جديد، بس الفيديو المرة دي مختلف. الفيديو النهاردة معانا مشتريات، بس كمان مش مشتريات من السوق، لا دي مشتريات من المطبخ للمطبخ. الحاجات دي بصراحة عجبتني جدا، ولقيت اسعارها يعني هايلة، يعني اسعارها جميلة، فجبتها بصراحة مستنتش وقلت اعرضها معاكم، يعني لعل وعسى حد يكون محتاج حاجة من الحاجات دي ومش عارف سعرها فيستفيد من الفيديو. طبعا جبت ديت، اول حاجة ديت بتاعت دي بتاعت الفراخ زي ما قلنا، بيتحط عليها الفرخة اثناء ما هي بتتشوي، وان شاء الله في اي فيديو جاي هبقى اوريكم طريقتي في عمل الفراخ المشوية وازاي هحطها فيها وكده. يعني جبت الاطباق ديت، دول 3 اطباق، اطباق بلاستيك كده للفاكهة وللخضار والحاجات في التلاجة، طبعا ب7.5، والاطباق برضو الطبق ب7.5، طبعا حلو قوي يعني. طبعا ما اقولكوش يعني عندنا في المكان اللي انا عايشة فيه، البلد اللي انا عايشة فيها، الاسعار بلدنا هنا عاملة ازاي، يعني مش عايزة اقولكوا على جشع التجار. وانا هعمل معاكم فيديو تاني مشتريات، بس حاجات تانية هنتكلم فيها كتير قوي قوي على جشع التجار ده، طبعا مش كلهم يعني الا من رحم ربي يعني. وطبعا جبت دول، ديت مجموعة اقماع مع بعض، هم 1 2 3 5 اقماع، ممكن بقى نستخدمهم في حاجات كتيرة قوي. طبعا الواحد بيتباع عندنا هنا الواحد لوحده ب3.5 جنيه ل5 جنيه، فدي اشتريتهم الـ5 اقماع دول ب7.5 برضو. طبعا ده الطبق ب7.5 زي ما قلنا. كنت محتاجة السلك دوت، لقيته بصراحة قدامي برضو ب7.5، دي على بعضها ب7.5. الفرش دي طبعا كلنا عارفينها، الـ3 فرش برضو ب7.5، اللي هي بتاعت المعالق دي، صفيت المعالق برضو ب7.5. جبت طبعا فرشة الحوض، احنا عارفينها كلنا طبعا، بتحط فيها صابون وبندعك بيها الحوض او الحاجات اللي هي محتاجة حاجة خشنة عشان تنضفها. طبعا البخاخة اللي عندي اتكسرت، الحتة اللي فوق دي اتكسرت منها، فبقى شكلها وحش قوي، فكنت محتاجة البخاخ ديت. ممكن اخلي البخاخة التانية واستخدم دي مثلا بالمخبوزات او كده، لو عاملة مخبوزات ومحتاجة ارشها وهي خارجة من الفرن هتنفع برضو. جبت الدولت، الواحدة ب7.5، طبعا عندنا هنا الواحدة ب10 جنيه، فجبت برضو من المكان دوت ب7.5 الواحدة. طبعا دي برضو عندنا برضو ب10.5 جنيه، دي برضو جبتها ب7.5، اللي هي العلقات بتاعت المطبخ، برضو شكلها لذيذ كده وحلو عجبتني. الاطباق دي برضو نفس الكلام، بيتباع عندنا الطبق ب10.5، فجبته برضو الطبق ب7.5. جبت الطبقين دول، طبعا خامته اتقل وماسكه نفسها كتير عن الخامه دي. الخامه دي تحسوها، بصوا، خفيفه شويه، لكن دي جميله جدا، اتقل بكتير يعني. طبعا جبت ده، هحتاجه برضو الايام اللي جاية وهوريكو هحتاجه في ايه. جبت ديت كم متر، بصوا معايا، دي 3 متر، دي 3 متر اهي مكتوبة 45 سنتي. دي عندنا الـ6 متر منها ب30 جنيه وبدون فصال، مفيش فصال. ديت انا اشتريتها الـ3 متر، الواحده ديت الـ3 متر دي ب7.5، يعني لو عايزه 2 اللي هم 6 متر هيعملوا 15 جنيه. طبعا عندنا هنا بتتباع ضعف 30 جنيه. بس كده، هي دي كانت مشترياتي معاكم النهارده، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا من الفيديو واستفدتوا من الاسعار. وعايزه اقول لكم الاسعار ديت مش من محل ومش من اي حاجة، دي من عند عربية في العتبة،
يعني عربية في العتبة واحد واقف بيها بيبيع كل حاجة ب7.5 عنده. فكل الحاجات دي طبعا كان عنده حاجات كتير جدا بس انا مش محتاجاها طبعا، اي حاجة ب7.5 عنده. وبس كده يا بنات، الفيديو يكون خلص معانا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش بقى تعملي لايك وسبسكرايب وتقولي لي رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.